بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت مصادر مطلعة إن مسلحاً من داعش قتل وجرح آخران في مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية في حي غربي مدينة الرقة شمال شرقي سوريا. وأوضح المصدر أن المسلح قتل برصاص قناص تابع لقوات سوريا الديمقراطية في حي الهرموك غربي الرقة، في حين جرح اثنان آخران إثر استهدافهما بقذيفة دبابة في ذات الحي. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن الدعم العسكري الروسي والإيراني والفيتو الروسي في مجلس الأمن هي أسباب بقاء الأسد في السلطة لغاية الآن. وهجم ماتس إيران وقال إنها أكبر مهدد للسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن إيران توفر الأسلحة للجماعات الإرهابية في سوريا ولبنان واليمن. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية بأن قضاء تل عفر غرب مدينة الموصل يشهد انقلابا داخليا لتنظيم داعش عقب إعلان قتل زعيمه، مشيرا إلى بدء حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي أبو بكر البغدادي. وأفاد المصدر في وقت سابق بأن داعش أعلن في بيان مقتضب جدا قتل زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي، وتحدث عن قرب إعلان اسم ما يسمى بخليفته الجديد. أعلن الجيش اللبناني تصفية إرهابيين اثنين وتوقيف ثلاثة آخرين وضبط عبوات ناسفة في عملية دهم لوكر تابع لمجموعة إرهابية في بلدة عرسال شرقي لبنان. وذكرت قيادة الجيش اللبناني أن الخلية الإرهابية المذكورة كانت تخطط لأعمال إرهابية في لبنان، وأن مدهمة وكرها أوكلت لجهاز الاستخبارات. أعلن الجيش الأمريكي إجراء تجربة ناجحة في ألاسكا لنظام اعتراض الصواريخ في الفضاء ثاد بعد تجربة إطلاق أول صاروخ كوري شمالي عبر للقارات. ونجح نظام الثاد في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من طائرة نقل ضخمة من طراز C-17 قبالة هاواي في المحيط الهادئ. أكد علماء أمريكيون أن الاستهلاك اليومي للقهوة يسهم في إطالة العمر ويقلل من خطورة الوفاة المبكرة. ويتطرق عدد من علماء الصحة إلى شرب القهوة بشكل يومي وأثار هذه العادة على صحة الإنسان، فالبعض يؤكد أن المواظبة على شربها يؤثر سلبيا على الصحة، وخصوصا عند الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين. أما القسم الآخر فيؤكد أن لهذا المشروب فوائد جمة بالنسبة للجهاز العصبي وأعضاء الجسم. إلى اللقاء.